بسم الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم اخواني اخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. بني آدم لغلبة الشهوة والغضب عليه موجود خطأ، أي كثير الخطأ، وخير الخطائين كما تعلمون هم المستغفرون التوابون. حديثنا هذه الليلة حول بعض آداب الاستغفار. من أفضل أوقات الاستغفار ساعة السحر. صحيح التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكن بعض الأوقات الإنسان يرتكب معصية كبيرة موبقة، يقول استغفر الله ربي وأتوب إليه، وهو ماشي وهو في المنزل هكذا في قلبه لا يرتاح، يرى المصيبة كبيرة، الذنب ذنب عظيم. إذا أراد أن يطمئن إلى رحمة الله عز وجل، طبعا رحمة الله غامرة، ولكن في ساعة السحر الاستغفار فيه مزية، وبالأسحار هم يستغفرون. الآن الاستغفار في السحر يكون تارة مستقلا، ويكون تارة في ضمن صلاة الوتر مثلا. وأفضل أنواع السحر سحر ليلة الجمعة. في قضية يعقوب صلوات الله وسلامه عليه قال سوف أستغفر لكم ربي، وعد في المستقبل سوف أستغفر. يقول الإمام الصادق عليه السلام أخرهم إلى السحر ليلة الجمعة. نحن قلنا للإخوان الذي ليس من أهل قيام الليل لظروف العمل، لظروف مرضية وغيرها، لا يدع قيام الليل ليلة الجمعة في الأسبوع مرة. البعض يقول أنا لست من أهل الليل، لست من أهل قيام الليل، فلا ينفعني هذا القيام. هذا الكلام كلام شيطاني إبليسي. الذي لا يصلي صلاة الليل لا تفوته صلاة الليل ليلة الجمعة وساعة السحر، لأن نبي الله يعقوب أجلهم إلى ذلك. من أبحاث الاستغفار هو التعجيل في الاستغفار. الآن الإنسان في السوق نظر إلى امرأة أجنبية نظرة محرمة، لا يمشي هكذا، يقول أنا الآن وقعت في الخطيئة، إن شاء الله ليلة الجمعة نستغفر. الآن بادر مباشرة بعد المعصية. نعم الإنسان يستغفر. ما هي فائدة الاستغفار مباشرة؟ في بعض الروايات يقول إن العبد إذا أذنب ذنبا أجل من غدوة إلى الليل، يعني ذنب النهار كأنه ما دام النهار باقي في مجال الإنسان يستغفر. الفائدة انتبهوا إخواني جيدا، من استغفر بعد الذنب مباشرة، يعني هو أول النهار استغفر، فورا استغفر الله عز وجل، لم يكتب عليه الذنب. فرق بين ذنب يمحى وبين ذنب ماذا؟ لم يكتب. الذي أذنب وثم استغفر ساعة السحر هذا الذنب كتب عليه، ولكن بممحاة الاستغفار محيت المعصية. إذن علينا بالاستغفار مباشرة، هذا هم مبحث. من أبحاث الاستغفار هناك علاقة وطيدة بين الاستغفار
وبين الرزق بعض الناس يشتكي اتفاقا مع بعض المؤمنين جاء إلينا وقال أينما أولي أينما أذهب سهمي لا يصيب، يفتح شركة يفشل، يتوظف لا يكمل، يفتح مشروع يدخل في محفظة تجارية كما يقال هذه الأيام، نعم يخسر من طرق التعويض. هذا شكى إليه أعرابي شدة لحقته وضيقا في المال وكثرة العيال، صعد الله إنسان له عيال كثير وهو عاصي، المعصية تضيق عليه الرزق، لا يعطي عياله حقهم من المال فيوجب الغضب الإثارة، يجتمع عليه الفقر وماذا والحدة. إنسان مبتلى بالفقر والحدة هذا إنسان في آخر العمر يراجع مستشفيات المجانين كما يقال. إذن هذا الأعرابي شكى ضيق المال وكثرة العيال، فهكذا الرواية تقول عليك بالاستغفار، فإن الله عز وجل يقول استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وفي آية أخرى ماذا يقول؟ يرسل السماء عليكم ماذا؟ مدرارا. علاقة بين الاستغفار ونزول المطر، ويزدكم قوة إلى قوتكم. إذن هذا من موجبات توسعة الرزق الاستغفار أيضا. كلمة أخيرة، البعض الآن إما حقيقة أو توهما، بعض الناس يقول أنا إنسان لا أعصي ربي، وهذا يتفق الإمام العادل، وقد يكون الإنسان غير إمام ولكنه عادل لا يعصي بسمعه ولا بنظره. وإخواني بالمناسبة كما يقال بين قوسين السريعين، العدالة هذه الملكة الراقية ليس بالأمر المستحيل ولا بالأمر الصعب جدا. إنسان يراقب ذنوب العين وهي محدودة، ذنوب السمع وذنوب القول، كم هي المعاصي؟ 10 معاصي. إنسان يكتسب ملكة العدالة يصلى خلفه بترك 10 محرمات، يا له من عرض مغري كما يقال. المهم إنسان لا يعصي ربه، هل يستغفر أيضا؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رواية ملفتة يقول إنه لن يغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، وفي رواية 70 مرة. يغان على قلبي الغين، فسره أهل اللغة بالغين، الغين والغين متقاربان في النطق. كيف سحابة؟ بعض الأوقات الإنسان يأتي للمسجد لم يرتكب معصية ولكن يرى ظلمة في صدره. الآن لماذا هذه الظلمة؟ لعل من فضول النظر جاء للمسجد وعينه على عمارات المترفين، هذا غيمة تأتي على قلبه. إنسان سمع ما لا يعني، فتح التلفاز سمع شيئا لا يعنيه، جاء للمسجد رأى غمامة على صدره، هذا يسمى الغين أو الغين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ليغان على قلبي. الآن طبعا منشأ الغين أو الغيم عند النبي نحن لا نعلمه، أين نحن ومعرفة ما في نفس النبي. المهم هؤلاء كانوا يستغفرون الله عز وجل. رواية جميلة ختامه مسك، في الكافي يقول بسند صحيح، سألت أبا عبد الله، نحن عندما نقول أبا عبد الله يراد به الإمام الصادق عليه السلام، غالب رواياتنا عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، لأن كان أبو عبد الله الحسين نعم معروفا بدمه دم الشهيد،
الإمام الصادق عليه السلام له مداد العلماء، رواياتنا القسم الكثير من إمامنا الصادق والباقر عليهم السلام، ومن هنا نسبنا إلى جعفر بن محمد، يقال هذا جعفري، أي علمه منتسب لعلم هذا الإمام العظيم. قلت للإمام: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، أرأيت ما أصاب عليا؟ الراوي يقول: أرأيت ما أصاب عليا وأهل بيته من بعده، أهو بما كسبت أيديهم وهم أهل بيت طهارة معصومون؟ سؤال طريف وجميل. فقال صلوات الله وسلامه عليه: هنيئا لمن كان على شاكلة رسول الله. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتوب إلى الله ويستغفره في كل يوم، في كل يوم وليلة 100 مرة من غير ذنب. لماذا يستغفر؟ يقول: إن الله، الكلام الإمام الصادق عليه السلام، إن الله يخص أولياءه بالمصائب ليأجرهم عليها من غير الذنب. إذن هؤلاء لم يكونوا من أهل المعاصي والذنوب، يعني مصائبهم ليس من باب التعويض على المعاصي، مصائبهم كما يقال رفع درجة. الآن لماذا الاستغفار؟ الاستغفار له جوابان، كونوا معي جيدا. الاستغفار له معنيان: إما للاستغفار من هذا الغين أو الغيم الذي كان يأتي على قلب النبي، ترك الأولى، وقل بعبارة أخرى تنزل الذكر من الأعلى للعالي. النبي كان لله ذاكرا، حاله في المعراج كحاله عند مخاطبة جفاة الجاهلية، إذن النبي يتنزل من الأعلى إلى العالي، هذا التنزل يوجب ماذا؟ الاستغفار. وثانيا الأدب، أنت عندما يأتيك ضيف وتقوم بخدمته تمام القيام، في ساعة التوديع ماذا تقول؟ يقول: اغفر لنا كل تقصير وقصور. أنت ما قصرت، هذا أدب، هذا لطف. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبرز أدبه بين يدي ربه بالاستغفار 100 مرة. اللهم اجعلنا من عبادك المستغفرين، اللهم ألهمنا ما يقربنا إليك، اللهم لا تخرجنا من مجلسنا هذا إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا وسترت لنا عيوبنا وكفرت عنا سيئاتنا، إنك على كل شيء قدير. والفاتحة مع الصلوات. وَالْمَلَائِكَةُ